في المعاملات المسائية الإثنين 6 يونيو 2022 في مصر. لكم مني التحية والسلام فيديو جديد وخبر جديد برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعجاب الفيديو بلايك. استقرت أسعار الذهب الآن في المعاملات المسائية مع استقرار سعر الأوقية عند مستوى 1851 دولار ليسجل عيار 24 1154 جنيه للجرام وعيار 21